السلام عليكم، كيف حالكم اصدقائي متابعين قناه فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناه المهتمه باخر اخبار العملات الرقميه. طبعا اصدقائي، تغريده مهمه من ايلون ماسك، لازم نعرف كلنا شو هي التغريده. لكن اول شيء حاب اشكركم على وصولنا ل 3100 مشترك، هذا كله بفضلكم اصدقائي. وبتمنى قبل ما نبلش بالفيديو تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتضغط على اللايك لحتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. طبعا بالامس تكلمت بالفيديو عن منصه بيت جيت. طبعا هاي المنصه بتسمح لك انه انت تدخل تنضم لقناتنا على الفي اي بي وتدخل صفقاتنا بدون ما تتداول انت بنفسك. يعني كل اللي عليك تدخل تعمل حساب وتشترك بقناه الفي اي بي، شهر 35 دولار، شهرين 60 دولار، 6 شهور 130 دولار. انت ما بتتداول، كل اللي عليك توضع فلوس بهالمنصه ونحن بنتداول عنك. منصه سهله جدا اصدقائي، سهله الاستخدام بشكل كبير جدا. طبعا تغريدة مثيرة للجدل اصدقائي هي تغريدة ايلون ماسك، وقال ستجعل تيسلا بعض السلع قابلة للشراء باستخدام دوش كوين. ترى كيف ستصير الامور؟ طبعا كثير تغريدات، اولهم من بيبي دوش كوين، طبعا حتى من اكس ار بي كريبتو وولف ذئب من اكس ار بي، طبعا قال يجب ان تسمح لنا تيسلا بالدفع باكس ار بي. طبعا هذا الشخص احد مؤثرين بعملة اكس ار بي. طبعا كمان شركة هوبي علقت، طبعا كثير من الشركات المعروفة اصدقائي علقوا على صورة ايلون ماسك او على تغريدة ايلون ماسك لما قال سنقبل الدفع عن طريق دوش كوين. طبعا والاغرب من هيك اصدقائي، لحد الان صفحة دوش كوين ما نزلت ولا تغريدة تأكيد او تغريدة شكر بتدل او بتساعد على تأكيد هذا الكلام اللي صار من ايلون ماسك. طبعا عملة الدوش كوين ارتفعت للمرتبة العاشرة، صارت بسعر 18 سنت او تقريبا 19 سنت، ماركت كاب تقريبا 25 مليار دولار. العملة ارتفعت اكثر من هيك اليوم، وصلت تقريبا 22 سنت، لكن حاليا صححت مع انخفاض كبير للبيتكوين. طبعا حاليا نحن الماركت كاب تبعنا 2 تريليون دولار و133 مليار، والفوليوم 105 مليار دولار. طبعا الدومينانس البيتكوين 41.3% والاثريوم 20.9%. طبعا اصدقائي تغريده مهمه جدا لايلون ماسك، ماذا يقصد بانه سيقبل بعض السلع؟ ما قال سنجعل الدوش كوين وسيله دفع رسمي. يعني اذا بنلاحظ من قبل قال سنجعل الدوش كوين وسيله دفع رسمي في تسلا وفي سبيس اكس، وقال راح يعمل تذاكر للصعود على القمر بواسطه الدوش كوين، لكن حاليا بيقول ستستخدم. طبعا اصدقائي خطوة موفقة جدا، لكن عملة دوش كوين كان متوقع ترتفع اكثر من 18 سنت او 19 سنت، كان متوقع توصل الى اقل شيء 30 سنت. انا من وجهة نظري اصدقائي بحس لعبة حيتان، ما متوقع انفجار لعملة دوش كوين، والله اعلم في الايام القليلة القادمة. اصدقائي هيكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، واذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.